بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى، موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 وأهم الشروط اللازمة لعودة المصريين للمملكة. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسون بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد متعلق بموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021، حيث تستمر عمليات البحث من قبل شريحة كبيرة من الأشخاص في مصر والسعودية للتعرف على موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي، وذلك بالتزامن مع انتشار بعض الأخبار التي تفيد بفتح الطيران الدولي السعودي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة السعودية رسميا، حيث تمثل عملية عودة الطيران بين البلدين والسعودية أهمية كبيرة في عودة العمالة المصرية وكذلك السفر لرحلات العمرة والحج في السعودية. وسوف نستعرض لكم في هذا الفيديو موعد عودة رحلات الطيران بين مصر والسعودية بشكل رسمي والشروط اللازمة التي حددتها المملكة العربية لدخول المصريين. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021، أعلنت الحكومة السعودية أنه قد تم السماح بعدد من الدول لكي يتم السفر منها وإليها بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، ومن بين هذه الدول مصر، حيث أعلنت أنه قد تم السماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة في المطارات الدولية تبعا للضوابط والشروط التي أعلنتها المملكة. وقد أكدت العديد من المطارات السعودية أنها في حالة استعداد لاستقبال الرحلات الجوية من مصر بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة. فلم يتم تحديد موعد محدد، ولكن تشير الكثير من التقارير أن عودة الطيران بين البلدين مصر والسعودية سوف يتم قريبا. شروط عودة الطيران والرحلات الجوية بين مصر والسعودية، وتم تحديد بعض الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم عودة الطيران بشكل طبيعي بين مصر والسعودية ودخول المصريين للأراضي السعودية. من أهم ما يلي: من الضروري الحصول على جرعتي لقاح كورونا المعتمد داخل المملكة العربية السعودية، ألا تقل المدة على الحصول على اللقاح ودخول المملكة العربية السعودية عن 15 يوم. يجب إحضار ما يثبت الحصول على اللقاح رسميا. الخضوع للحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام عقب الوصول للأراضي السعودية. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.